نعم، الآن إطلاق نيران دقيقة من قبل قناصة الاحتلال. نتواجد الآن على امتداد المدخل الشمالي لمخيم بلاطة. العملية العسكرية الإسرائيلية لا زالت مستمرة. هذا هو الاقتحام الثالث خلال ساعات فقط، أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين. وفق وزارة الصحة فإن الشهيدين هما لؤي مشى 17 عاما والشاب علي حشاش 24 عاما، فيما أن الطواقم الطبية وفق الهلال الأحمر الفلسطيني تتعامل حتى هذه اللحظة مع 34 إصابة، 5 إصابات منها وصفت بالحرجة. قناصة الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاقتحام تتموضع أمام المدخل الجنوبي على امتداد السوق الشعبي في المخيم، تنفذ عمليات قنص متتالية وإعدام ميداني بحق الشبان الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام التي دفع خلالها بجرافة عسكرية. هذه الجرافة تعمل على طبعا عمليات تدمير في محيط المدخل الجنوبي في مخيم بلاطة. عشرات مركبات الإسعاف تم الدفع بها إلى الموقع هنا في اتجاهات تحيط بمخيم بلاطة، سيما وأن نطاق الاشتباكات تمتد وتتسع. قالت كتائب شهداء الأقصى مجموعات شباب الثأر والتحرير أنها تواصل عمليات إطلاق النار باتجاه الآليات العسكرية وتموضع قناصة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى بيانات متتالية صادرة عن كتيبة نابلس سرايا القدس بالانخراط في سلسلة عمليات إطلاق النار هذه. الأوضاع صعبة للغاية ومتوترة على وقع هذه الاقتحامات. للحديث أكثر حول طبيعة الإصابات ينضم إلي مسؤول العمليات والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بالضفة الغربية السيد فواز البيطار في هذه اللحظات ينضم إلينا. يعطيكم العافية، منشوف يعني دفع بعشرات مركبات الإسعاف من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني. شو الوضع داخل مخيم بلاطة؟ يعني حتى اللحظة كما ذكرت أخي خالد تم التعامل مع 34 إصابة معظمها بالرصاص الحي أو بالشظايا. كان هناك 5 من هذه الإصابات حرجة إلى حرجة جدا، إضافة إلى شهيدين. الوضع في مخيم بلاطة لا يزال داخل المخيم خطر للغاية. عملية تحرك الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف داخل المخيم هي من العمليات الخطرة حتى اللحظة. هناك استهداف بشكل مستمر. قمنا أيضا بتعزيز طواقمنا العاملة في منطقة مخيم بلاطة ب 14 سيارة إسعاف حاليا تتواجد في المنطقة. كما تعلمون تعرض أيضا أحد طواقم متطوعي جمعية الهلال الأحمر لإصابة خطرة جدا في الرأس في أثناء القصف الذي تم بداخل المخيم. نسأل الله له الشفاء العاجل. يعني على وقع ما أشرت إليه بأنه التعامل داخل المخيم يعتبر مناطق خطرة، يعني نشاهد عند وصول مركبات الإسعاف قبل قليل تم إطلاق النيران عليها، ماذا عن داخل عمق المخيم عن حارة الحشاشين الجمازين؟ ونحن نتحدث عن نطاقات ضيقة وأوضاع صعبة للغاية، كيف تتعاملون مع هذه الإصابة؟ صحيح كما ذكرت المناطق الأضيق في الحارات السفلية من المخيم نواجه أيضا صعوبة، إضافة إلى عمليات إطلاق النار التي نواجهها نواجه صعوبة في إخلاء المنطقة عند تعرضنا لاستهداف أو لإطلاق نار أو لحدوث اشتباك في منطقة قريبة من المنطقة التي نتواجد بها بسبب ضيق الحارات وصعوبة قيام سيارات الإسعاف بالالتفاف في تلك المناطق. أشكرك جزيل الشكر مسؤول العمليات والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني سيد فواز بيطار على تفاصيل نعم ما يحدث. بطبيعة الحال الأوضاع صعبة للغاية نعم داخل مخيم بلاطة على وقع استمرار هذا الاقتحام الذي أسفر عن استشهاد شابين وإصابة 34 آخرين. الزميل خالد بدير من داخل مخيم بلاطة بنابلس، شكرا لك.